إذا السلام عليكم في دار جديد مع كيزاكو بوان كوم. في الدرس ديال اليوم نشوفوا حساب احتمالات لو كالكول دو بروبابيليتي. دونك هذا الدرس كتشوفوا اول مره نتوما في البكالوريا سيونس اكس، دونك اس في تي و سيونس فيزيك اكسيتيرا. وها هو لو بلان ديال الدرس ديالنا، يتقدم على الشكل التالي. اول حاجه نشوفوا الهدف ديال الاحتمالات وليش كيصلحوا. ثاني حاجه نشوفوا مثال ديال تجربه عشوائيه، دونك بسيطه بحال ريمي نرد في الهواء او علبه كرات. ثالثا نشوفوا شنو هي شجره الاحتمالات. رابعا نشوفوا كيفاش كنسميو الحالات في الاحتمالات. خامسا نشوفوا المبدا الاساسي للتعداد. ندير لكم واحد اكزامبل يعجبكم الدراري، يعجبكم انا عارف ما يعجبكم. وسادسا نشوفوا ادوات التعداد، يعني كل ما هو تبديلات تاليفات او ترتيبات. على بركه الله ليتس جو. اذا شنو هو الهدف ديال الاحتمالات؟ بعدا الهدف راه ماشي هو البيت اللي حجيت في الجزائر، فكرتوني ايام النوستالجيا على اي. دونك الهدف ديال الدرس هو دراسه التجارب العشوائيه. شنو هي تجارب عشوائيه؟ هي تجارب اللي ما نقدروش نتوقعوها بشكل مضبوط، زعما بحال اللي قلنا بطريقه حسابيه محضه نعرفوا شنو هيوقع غدا، لا ميمكنش. التجارب العشوائيه هي تجارب اللي داخل فيها عامل ديال الحظ يعني الزهر او العكس، سميو كيف ما بغيتو. اذا امثله ديال التجارب العشوائيه اللي نقدروا ندخلوا فيها لنوصل للاحتمالات: احتمال نزول المطر. واحتمال نزول المطر كندخل فيه بزاف الادوات الرياضيه، تخدموا بها لي ميتيورولوج. دونك بوغ لي زانتيريس اللي كل حسنيه كدير باغ اكزومبل الشعبه ديال لا ميتيورولوجي، تخدموا بزاف ديال الاحتمالات باش يتوقعوا الارصاد الجويه ديال الغد. دونك ابتداء من الجو ديال اليوم والجو ديال البارح ومجموعه ديال دونك المعطيات بحال السحب اللي كاينه وبحال الرياح اللي جايه اكسيتيرا. دونك احتمال صعود قيمه الدولار في بورصه القيم، يعني في الفينانس، في مجال الفينانس. دونك دوك لي تريدر ودوك الناس ديال اصحاب الفينانس اللي تيحسبوا لي فونكسيون ماتيماتيك بزاف، تيقدروا يحسبوا لك الاحتمال ديال صعود القيمه ديال اون ديفيز دوني، بحال الدرهم، بحال الدولار، بحال لا ليفر ستيرلينغ، بحال الين. كيستعملوا ادوات انفورماتيك تري تري بويسون، وبارمي دونك لي زوتي كيخدموا بهم الاحتمالات. ثالثا احتمال الفوز في اللوطو. دونك الا كان عندكم شي واحد في الدرب ليل ونهار فهمتي كيمشي عند مول الساكا تياخذ داك اللوطو ولاعب لاعب لاعب تيامن براسو يربح شي نهار، راه فهمتي احتمال صغير بزاف باش يربح. ولكن الاحتمال داخل بزاف في هاد الالعاب ديال الحظ بحال اللوطو، بحال البوكر، بحال لي زاشيك، حتى هما فيهم الحظ وداكشي. المهم اللي بغى يتعمق يقلب في جوجل ويكيبيديا. اذا شنو هو اكزامبل اخر؟ احتمال تاهل المغرب لكاس العالم. هذا اكزامبل ساهل ما يحتاجش كاع النوسيون ديال علاقه لا والو، ندير لكم هو زيرو. احتمال ديال المغرب يتاهل كاس العالم هو زيرو. ولكن شنو دابا درت لكم؟ درت لكم بي. بي هو الرمز اللي كنرمزو به احتمالات. علاش؟ لان في فرونسي بي كتعني بروبابيليتي. و الا كان عندي اكس دونك حدث ان ايفينمون الياتوار بحال احتمال نزول المطر غدا ان شاء الله باغ اكزومبل، غدا نسميو هاد ليفينمون كامل نسميوه اكس. دونك بي دو اكس كنرمزو بها الاحتمال ديال وقوع الحدث اكس. دونك العلاقه ديالها وداكشي كامل نشوفو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. دابا نشوفو امثله بسيطه ديال الاحتمالات. خليك على لا دوفيز ديال الدولار ولا نزول المطار ولا اللوطو. شوفو امثله بساط. شنو هو نارد بعدا؟ نارد هو اندي بحال اللي كتلقاو في مونوبولي. دونك نارد باش تتميز لينا عندو ست الاوجه، ست اوجه وكل وجه فيه رقم. كاين وجه اللي فيه رقم واحد، كاين وجه اللي فيه جوج ديال الكرات، كاين وجه اللي فيه ثلاثه الكرات، اربعه خمسه وسته الكرات، عنده سته الاوجه. دونك باغمي لي كيسيون كنا طيحوا فيها باغ اكزومبل في مجال الاحتمالات انتم او نيفو ديال الباك، نقول لكم دونك ما هو احتمال دابا اذا رمينا النرد مره واحده، نقول لكم ما هو احتمال وقوع النرد على وجه اللي فيه، ما هو احتمال وقوع الوجه رقم جوج. رقم جوج هذا السؤال باغ اكزومبل، نتوما تقولوا لي. دونك نشوفوا من بعد بان الاحتمال هو واحد على سته، ولكن واخا هي باينه، هي راه باينه واحد على سته. علاش؟ حيت عندنا وجه واحد اللي فيه الرقم جوج،
كاين ست اوجه مختلفه فيما بينها. دونك بي نقولوا هي واحد على سته، حتى نشوفوا من بعد كيفاش نديروا لها. غادي نقول لكم عاوتاني ما هو احتمال دونك الحصول على وجه زوجي، يعني فيه الرقم جوج ربعة ولا ستة. المهم تشوفوها من بعد تلقاو بأن بي هي ثلاثة على ستة. علاش؟ يعني ثلاثة الأوجه زوجية وست الأوجه أونتو، دونك هي أن سيغ دو. ما ندخلوش في الديتاي ديال هاد البي كيفاش كتساوي، ولكن نعطيكم جوست دي زيكزامبل تقدروا تدخلوا فيها. دونك عندنا عاوتاني إكزامبل أخر ديال سحب العشوائي الكرات في علبة، في علبة ما. عندي كرة فيها أربعة الكرات خضراء على سبيل المثال، في 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 فيها ثلاثة الكرات الحمراء اغ اغ اغ، وفيها كرتين صفراوين. دونك باغمي الاسئله تقدروا نطرحها عليكم، دونك اذا سحبت اربعه د الكرات شنو هو احتمال الحصول على كرتين خضراوين؟ خضراء مش خضراء. سؤال اخر نطرح عليكم، شنو احتمال الحصول على دونك كرتان خضراء وكره حمراء على الاقل؟ يعني اما كره حمراء وحده اما جوج، ساشون كو تنسحب ربع الكرات، ربع كرات. المهم سا سي جوست دي زيكزامبل باش نوجدوا راسنا الاسئله اللي هنلقاوها ان شاء الله في الفيديوهات ديال كيزاكو. ودابا نشوفوا مفهوم ديال شجره الاحتمالات. دونك بحال اللي شفتو قبيله، شنو النرد دونك انا نرسمه بحال هكذا فيت في. النرد هو ان ديك كما قلت لكم قبيله، دونك فيه ست الاوجه، كل وجه فيه عدد الكرات معين. كاين وجه فيه ثلاث الكرات، كاين وجه فيه اربع الكرات، اربع المقاطع سي مو بريفيري اكسيتيرا. دونك شجره الاحتمال كتعبر ليا على دونك مجموع، زعما على اون فيو دونسومبل، يعني واحد النظره شامله على كاع لي كا، كاع الحالات اللي نقدر نحصل عليها اذا رميت النرد بزاف د المرات. غنقول لكم دونك نسمي هاد لا بروميير كولون رميه واحد، رميه رقم واحد. دونك فيها واحد، كاين جوج، كاين ثلاثه، كاين اربعه، خمسه، وكاين سته. لا كولون الثانيه نسميها رميه رقم جوج. دونك اذا رمينا النرد المره الاولى وحصلنا على الرقم سته على سبيل المثال، حصلنا على الرقم سته، دابا اذا رمينا المره الثانيه كيفاش نعبروا عليها بطريقة ديال شجرة الاحتمالات؟ غنعاودو نديرو عاوتاني واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. دونك عاوتاني بنفس الطريقة، إذا حصلت على الرقم جوج في المرة الأولى، الرمية الثانية شنو هما الاحتمالات اللي يقدرو يكونو عندي عاوتاني؟ جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. دابا حصلت باغ إكزومبل على جوج في الرمية الأولى، وعلى ثلاثة في الرمية الثانية. الرمية الثالثة شنو نقدر نحصل عليها عاوتاني؟ نفس القضية، واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. دونك شجرة الاحتمالات خصني نورمالمون نديرها بالنسبة لواحد، بالنسبة لجوج، بالنسبة لثلاثة، بالنسبة لربعة، بالنسبة لخمسة، بالنسبة لستة. ولكن كيف ما كتلاحظوا الورقة ديالكم كتعمر دغيا، دونك صعيب تعبروا عليها بطريقة ديتاي. ولكن إلا شتو غير أن سول نو، يعني شديتو جوج بوحديتها وشديتو دونك بقيتو كتفرعوا فيها، يبان لكم نظره اجماليه على الحالات اللي نقدر نحصل عليها. دونك باغمي الحالات اللي نقدر نحصل عليها، اذا كان عندي ثلاثه رميات، ثلاث رميات على سبيل المثال، نقدر نحصل على دونك جوج في الرميه الاولى، خمسه في الرميه الثانيه، وواحد في الرميه الثالثه. كما تلاحظون عاوتاني دونك هذه جوج، هي جوج، هي هذه جوج مرة الاولى، خمسه المره الثانيه، عاد باش فيها هو واحد المره الثالثه. نقدر نحصل عاوتاني على النرد تعطيني واحد في المره الاولى، خمسه في المره الثانيه، وجوج في الرميه الثالثه. كتلاحظون بان هاد الحاله الاولى والحاله جوج مختلفين وخا فيهم نفس العناصر. المهم حنا نشوفوا هاد النوصيو فيما يلي ان شاء الله. اذا المبدا الاساسي للتعداد، اشنا هو المبدا الاساسي للتعداد؟ دونك هاد المبدا الاساسي تيقول لك دونك الا كان عندي الوغ دونك سي جي ا واحد و ا جوج، حنا غاديين 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 و ا ان
عندي ان حدث عشوائي. اذا عندهم مهم يعني عندهم يعني ان حدث عشوائي بحيث دونك احتيم بحيث لكل اكا حيث كا ينتمي الى واحد حتى الان كل اكا عنده بتي ا انديس كا امكانيه باش يوقع. اذا الحدث A1 و A2 و AN يقبل A1 A2 حنا غاديين فوا AN إمكانية. نشوف اكزومبل بسيط. دونك عندي باغ اكزومبل عندي ثلاثة ديال لي كاز ياكم عندي ثلاثة ديال لي كاز وكل كاز تقدر تكون فيها واحد جوج ولا ثلاثة. لا كاز 1 فيها واحد جوج ثلاثة، لا كاز 2 حتى هي فيها اما واحد اما جوج اما ثلاثة، ولا كاز 3 اما واحد اما جوج اما ثلاثة. يعني ان كل كاز عندها ثلاثة ديال الامكانيات. هاك شوم بينكم ثلاثة الامكانيات ثلاثة الامكانيات ثلاثة الامكانيات. اذا دونك الامكانيات اللي يقدر يتواجدوا فيها دونك 3 نومبر فهاد لي 3 كاز شنو هي دونك الامكانيه ديال A1 يعني لا بروميير كاز هي هادي نسميها كاز 1 كاز 2 كاز 3 امكانيه فوا امكانيه ديال كاز 2 فوا امكانيه ديال كاز 3 اللي هي 3 بيسونس 3 اللي هي 27 امكانيه. يعني اش كنعني بهاد 27 امكانيه؟ كنعني بان دونك كنعني دونك عندي 3 كاز ممكن الامكانيه اللي يكون فيها واحد جوج ثلاثه، كاين الامكانيه اللي يكون عندي ثلاثه جوج واحد، كاين الامكانيه اللي تكون عندي جوج ثلاثه واحد، كاين الامكانيه تكون عندي ثلاثه، كاين الامكانيه ديال واحد جوج ديال جوج جوج واحد. دونك الا بقينا نحسبوهم كاملين غنلقاو 27 امكانيه، يعني 3 بيسونس 3 بحال اللي شناها. دونك بحال اللي شناها هنايا. اوكي دابا نديرو اكزومبل اخر اللي يعجبكم الدراري. دابا تخيل شي دري فيكم فهمتي بوغوس صدقات ليه وتلاقى مع هاد البوغوسة هادي نسميوها باغ اكزومبل سناء على سبيل المثال. دونك هاد الوليد زويون خدا نمرة سناء ولكن التليفون تاعو كان طافي اي دوكو اي سي سوفونو اونيكمون من هاد الرقم الاول ديال نمرة سناء يعني 0-64-25-13 على سبيل المثال. دونك حنا في المغرب تكونوا ناقصيننا جوج ديال النماري باش نكملوا النيميرو التليفون كومبلي. دونك شحال من مرة هاد الدري خصو يعيط من نمرة باش يلقى نمرة سناء؟ غتقولوا لي انتوما ناتوريلمون دونك عندي دو كاز هنايا دونك غالبا تكون هي 100 ياكم. ايوا هاد 100 تقدر نعرفوها فاسيلمون بمبدا الاساسي ديال التعداد. يعني بحال اللي قلنا عندنا دو كاز، عندنا كاز 1 وعندنا كاز 2 وكل كاز تقدر يكون عندي فيها من 0 حتى ل 9. دونك الرقم اللي فيها هو من 0 حتى ل 9 يعني عندنا 10 الارقام 10 الارقام. دونك هاد الدري البوغوس اللي دبر نمرة سناء خصو يضرب 10 فوا 10 يعني 10 او كاري يعني 100 نمرة تليفون باش يلا يحصل على ان ابيل مع سناء. ايوا بون شونس اسيدي. المهم دابا غنشوفو دونك الادوات ديال التعداد. شنو التعداد بعدا؟ دونك سمحوا لي ما قلتش لكم شنو التعداد. التعداد هو وكيفاش كنسميو حساب عدد الامكانيات. حساب عدد الامكانيات دونك التعداد راه هو الاهم حاجه كان عندي في الدرس الاحتمال. باسكو الا حسبت عدد الامكانيات مزيان فان الاحتمال علاقه بسيطه كيف ما تشوفوا في الفيديو سويفون ان شاء الله وتخرجوا فيها فاسيلمون
دونك لي ريزولتا تاعكم. دونك التعداد خصكم تعرفوا فيه لي 3 نوصون سويفون. عندنا النوصون ديال التبديل، التبديل كنسميوه في الفرنسي بيرموتاسيون، بيرموتاسيون. دونك بيرموتاسيون عقلوا عليها بحال نتوما ان فاكتوريال. دونك كل نوصون في هادشي راني غنفسرها لكم في الفيديو تاعي ان شاء الله. ترتيبات، دونك كنفرقوا ما بين جوج ديال الترتيبات، كاين بتكرار، تكرار فوالا، وكاين من دون تكرار. دونك بتكرار عقلوا عليها بحال هكذا ان لا بويسونس بي، من دون تكرار عقلوا عليها بحال ا بي ان. دونك هادو كنسميوهم بي ليست، وهادو كنسميوهم فرونسي ارانجمون. انا ان بي ليست جو بونس ان بي ليست. المهم التاليفات عقلوا عليها بحال سي ك ان، و فرونسي كنقولو لها كومبينيزون. دونك هاد لي نوسيون نشوفوهم وحده وحده في لي فيديو سويفون ان شاء الله. كنتمنى بان هاد التقديم ديال الدرس الاحتمال للاعجاب تاعكم، ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.